استخدام الزنجبيل للأغراض الطبية قبل تناوله كغذاء. هذا النبات المعروف برائحته يأكل في العديد من الوصفات في المطابخ. الاستخدام الأكثر شيوعاً للزنجبيل هو الشاي. يعتبر شاي هذا النبات المقاوم جيداً لجميع مشاكل التمثيل الغذائي تقريباً عند تناوله بالكمية والوقت المناسبين. ما هي فوائد تناول شاي الزنجبيل؟ متى وكم يجب أن تستهلك؟ دعونا نفحصها مع. يمكنك الاشتراك في قناتنا مجاناً دون أن تفوتك المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد كوب من شاي الزنجبيل في اليوم؟ شاي الزنجبيل فعال جداً لمشاكل الجهاز الهضمي. يحفز عملية التمثيل الغذائي في الجهاز الهضمي ويغذي البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية. يزيد تأثير البروبيوتيك من امتصاص الطعام ويزيل البكتيريا والسموم الضارة من خلال الهضم. كما أنه يقلل من التهابات التي قد تحدث في الجهاز الهضمي مع المركبات النباتية التي يحتوي عليه. من ناحية أخرى، عند استخدام شاي الزنجبيل بشكل صحيح، فإنه يساعد على تقليل كمية الكوليسترول الضار في الجسم بالمكونات التي يحتوي عليها. يحتوي الزنجبيل أيضاً على مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم. كوب من شاي الزنجبيل يمكن أن يلبي 50% من متطلبات الفوسفور اليومية. هذه النسبة مهمة جداً للوقاية من مرض السكري. يساهم في تكسير البروتينات التي تسبب تحمل الجلوكوز. بفضل مساهمته في كل من نسبة السكر في الدم والجهاز الهضمي، فإنه يساعد على القضاء على الوذمة الناتجة عن زيادة الصوديوم في الجسم. إنه فعال في علاج مشاكل مثل تراكم السموم في الدم التي تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من اختلال وظيفي في الغدة الدرقية. شاي الزنجبيل من أجل بنية دماغية أكثر صحة. تمنع الأحماض النباتية من الزنجبيل تدهور الخلايا العصبية. يحسن الوظائف المعرفية من خلال حماية بنية الخلية من السموم العصبية والجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المركبات التي يحتويها، فإنه يزيد من كمية الأسيتيلكولين المرتبط بالتركيز وتنمية الذاكرة في الدماغ. من ناحية أخرى، شاي الزنجبيل غني جداً بمضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الصحة العامة وتمنع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. بفضل محتواه العالي من فيتامينات ألف وجو المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، فإنه يقوي جهاز المناعة ويخلق درعاً قوياً ضد الأمراض. مادة الكيرنوسول في محتواها تحمي من السرطان، كما أن لها خصائص مضادة للأورام والبكتيريا. فهل هناك ضرر من تناول شاي الزنجبيل؟ كم ومتى يجب أن تستهلك؟ بادئ ذي بدء، لأن شاي الزنجبيل يزيد الدورة الدموية، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر والحذر عند تناول هذا الشاي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مستخلص الزنجبيل بنشاط في إنتاج الأدوية وقد يتفاعل مع المكونات النشطة للأدوية. استشر طبيبك قبل استخدام عشبة الزنجبيل، خاصة إذا كنت تتناول أدوية منتظمة. إذن ما هي كمية شاي الزنجبيل ومتى يجب تناولها؟ يجب تناول كوب واحد على الأكثر يوميا من هذا الشاي. يجب تناوله لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد إجراءات طويلة خلال فترات الاستهلاك المنتظمة. في ضوء هذه المعلومات، يمكنك إضافة شاي الزنجبيل إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده طويلة المدى. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. اقن على ما يرام، ابق على اطلاع.